السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل، على الغدا ازيكم، شباب عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في بدايه الفيديو طبعا ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. انتوا عارفين في الفيديو اللي قبل دوت ان احنا نزلنا السوق وجبنا شبكه. دي الشبكه اللي احنا اشتريناها، شبكه 2 متر في 2 متر، تمام، زي اللي احنا كنا عاملينها بالظبط. وبرده هسيب لك الوصف لو انت عايز تصنعها او تغزلها على ايدك هتعملها ازاي، هسيب لك وصف الفيديو دوت في الكومنتات وفي الوصف بتاع الفيديو ده، تمام. زي ما حضراتكم شايفين الشبكه القديمه كانت على وايرات، الحمام طبعا مفتوح. الشبكة القديمة كانت على وايرات كده، دي اللي بتمشي فيها الماسورة دي، تمام. فطبعا الوايرات دي يا جماعة الشبكة بتشدها، تمام، وبتشدها من هنا، فبيبقى في مسافة ان الحمام يطلع منه، تمام. فاحنا هنغير الوايرات دي وهنركب اتياج، اللي هو التيج ده. التيج ده بتبقى حاجة كده ناشفة، طبعا انشف من الواير ده، تمام، وبيتشد، وهنعمل له زي رجلاش كده بصواميل نشدها عليه بحيث ان الشبكه ما يروحش مع الشبكه. طبعا هيبقى في نسبه ان هو يروح مع الشبكه شويه، بس انت ايه، مش زي طبعا الواير ده. تعالوا بقى نكمل ونشوف هنفك الشبكه دي ازاي. روح. ايه اللي حصل؟ دي ورده مسمار 80 سم. لا دي ورده مسمار دلوقتي 5 سم. اه حاسس ان انا كنت بعمل حاجه ضمير قوي يعني، فاهم؟ خد بالك عشان ما تتعبش. كده الحمد لله نكون فكينا، بقالها سنتين طبعا كتر خيرها، الشمس عملت معاها الغلط. تعالوا بقى نركب الجديد. يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين ده التيش كده، دي تجربه بس، ده بيبقى الشكل بتاعه بعد ما بيركب. وهنا برضو ده التيش بس طبعا لسه هيتشد. حلاوته بقى ان بيبقى فيه رجلاش تقدر تشد زي ما انت عايز من هنا كده، بتحط صاموله وورده وتفضل تشد فيه لحد ما يبقى مسطره معاك. طبعا يا شباب معلش، احنا برضو فكينا الشبكه وركبناها في قلب الماسوره، علقناها في قلب الماسوره بتاعتها. طبعا دي الشبكه الجديده اهي، علقناها في قلب الماسوره بتاعتها، تمام، وركبنا الاتياش بس طبعا لسه ما اتربطتش. اما تتربط هتتشد وهوريك هتتشد ازاي. وعلقنا فيها الحلقان بحيث ان احنا نعلق بقى ايه الشبكه بتاعتنا في قلب الحلقان، وبعد كده نشد الشده بتاعتنا مره واحده. خليكم معانا. طبعا يا جماعه نبتدي نفتح. دي الحلقان القديمه استخدمناها هي هي، ما غيرناهاش. بعد كده بنعلق الشبكة بتاعتنا ونقفل تاني، بس كده الشبكة بتاعتنا بتتعلق. هنبتدي نكمل بقى ونرجع لكم تاني بعد ما نكمل. بس احنا بالك الآن؟ إيه دي؟ طبعا يا جماعه احنا دلوقتي ركبنا الشبكه زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، الشبكه كده ركبت لو ظاهره معاكم في الكاميرا، تمام. طبعا يعني مش احسن حاجه، احنا مش صناعيه قوي، بس طبعا الكلام ده كله هيتثبت لسه. وهنثبت بس الاتياش دلوقتي معانا ورد، انا مركب تيش 6، تيش 6 6 مللي. احط ورده هنا كده يا جماعه واروح
رابط الصامولة بتاعتي تمام؟ اللي هي الصامولة كده. ده بقى عندي رجلاش اشد منه براحتي. والناحية التانية هيبقى نفس الموضوع. احط الصامولة كده برضو. طبعا يا جماعة بتبتدي بعد كده بتربط وتقرص. بس طبعا انا ما معيش مفك دلوقتي او ما معيش مفتاح 10. انا جايب صامولة 10. فمش معايا مفتاح. فيا دوب بس هديها ربطة كده بالزرادية. بحيث ان انا افرقكوا برضو الدنيا بقت عاملة ازاي. وبصوا كده يا جدعان. طبعا دي الشبكة بتاعتنا بعد ما ركبت ايه. بقى محسن صاحبي اللي وقف معايا. ابيض عليك. احسن ناس. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. ده التيش بعد ما ركب لما يتشد كمان هيقفل شوية كمان. تمام? والناحية التانية نفس الموضوع اما يتشد هيقفل شوية كمان. طبعا انا بشد من هنا اهو. ده بقى الرجلاش بتاعي. من هنا كده. ببتدي ان انا ايه? واحدة واحدة اروح رابط الصامولة دي. كل ما اربط الصامولة التيش هيشد معايا. وهنا كل ما اربط الصامولة التيش هيشد معايا. والناحية التانية نفس الحكاية برضو كده زي ما حضراتكم شايفين. ادي هنا التيش بالصامولة وده مكان الواير القديم. تمام? وادي الركن الرابع برضو التيش بالصامولة بالوردة. طبعا الوردة دي علشان الصامولة بتاعتك ما تفوتش. وزي ما حضراتكم شايفين كده عايز افرجكم شكل الشبكة. تمام? شكل الشبكة بعد ما ركبت. طبعا انا هقص الكلام ده كله. الزيادات دي كلها انا كنت جايبها زيادة. قلت علشان المقاس اللي هناك كان متر ونص. وانا جبتها 2 متر في 2 متر لان انا عندي مسافة متر 80 في تقريبا في متر 60. فعلشان كده قلت ايه? اجيبها 2 متر والزيادة نشيلها عادي ما فيهاش مشكلة. مش هتأذينا في حاجة. هنثبت بقى هنا كده بخشبة زي ما كانت ثابتة. وهوريكو المنظر النهائي هيبقى عامل ازاي. طبعا كده الشبكة ايه? مشدودة يا جدعان. بص شدتها عاملة ازاي? يعني حاجة ما شاء الله. وهوريكو زاوية الشبكة. زي ما حضراتكم شايفين. والشدة بتاعتها كمان. بص مشدودة شدة حلوة قوي. تمام? وطبعا متعلقة برضو على نفس التيش. علقنا نفس الماسورة اللي كانت راكبة. ركبناها تاني بنفس الحلقان. كل اللي غيرناه اللي هو التيش ده. والتيش ده لسه عايز يتشد كمان شوية من الرجلاش بتاعه لما نجيب مفتاح. مفتاح 10. وانا علقت الخشبة دي كده بحيث اشد بيها. ودي الزيادات هنقطعها دلوقتي. وهوريكم الدنيا هتبقى ماشية ازاي. واصورها لكم صورة من فوق برضو كده تشوفوا شكلها. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده من فوق الشدة بتاعت الشبكة عاملة ازاي. يعني حاجة ما شاء الله زي الفل ومشدودة شدة جميلة. بس طبعا مع الشمس ومع الوقت هترخي زي التانية بالظبط. بس هتخبط لها سنتين كمان نكون احنا ان شاء الله رفعنا غية محترمة كده بإذن الله. والحمام اهو. طبعا الحمام خايف طبعا من التخبيط اللي خبطناه. هفتح له دلوقتي وهنزله. حط له شوية اكل كده. هحاول ان انا انزله واقفل عليه بقى. كده يا جماعة نكون ركبنا الشبكة. وقصينا كل الزيادات. وزي ما حضراتكم شايفين. ده السلك يا جماعة دي مش حتة من الشبكة. زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله تركبت وبقت زي الفل. وتفوقينا ايه? تمام? ونجرب. كده الشبكة بتاعتنا اتلمت ايه? تمام? هتلمها ونروح رافعينها فوق وش البيبان. زي ما حضراتكم شايفين كده. كده الشبكة بتاعتي اتلمت والدنيا عندي بقت مفتوحة. طب عايز اقفل? اروح اقفل بنفس الطريقة كده. بس طبعا المسمار دوت كان متأقلم مع القديم. فمحتاجين نظبطه ننزله شوية. ممكن نديله دقة هيظبط معانا. كده الشبكة بتاعتي اتقفلت تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده. وتعالوا نبص عليها بصة برضو من فوق كده. انا مش عارف هنشوف حاجة ولا مش هنعرف نشوف حاجة. يعني ان شاء الله بامر الله هنشوف. كده الشبكة بتاعتي بقت مقفولة. والحمام برضو برة اهو. هننزله بقى دلوقتي كده ونقفل الشبكة بتاعتنا. طبعا ما كانش فيه شبكة فما كنتش عارف اقفل عليه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الشبكة اتقفلت. والشدة بتاعتها الجميلة